الأمير هاشم بن عبد الله الثاني يؤدي اليمين الدستوري لمنصب سياسي رسمي بالأردن. سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني أصغر أبناء الملك عبد الله الثاني حاكم الأردن وعقيلته الملكة رانيا عبد الله وشقيق ولي العهد الأمير الحسين. بعد أن تمت 18 عام أدى اليمين الدستوري لأول مرة أمام هيئة الوزارة الأردنية لينوب عن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بعد توجهه لمصر لحضور القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر. يذكر أن الأمير الشاب ذو الملامح الهادئة مواليد 30 يناير 2005 وأتمم دراسته الثانوية في 2023، وحضر جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين حفل تخرجهم من مدرسة كينجز أكاديمي في أول ظهور رسمي لي وهو لابس الزي العسكري مع الشماغ الأردني في احتفال القوات المسلحة الأردنية بالذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة 2021. كمان ظهر بشكل مميز في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين وبصحبة الأميرة رجوة للقصر اللي تم فيه عقد القران، وكان آخر ظهور ليه مع سمو الأمير الحسين والأميرة رجوة في عقد قران ابن الأميرة عليا أخت ملك الأردن. ودايما ظهور سمو الأمير هاشم بن عبد الله بيلفت انتباه الشعب الأردني المحب للعيلة المالكة، واللي بيعتبروا أبناء الملك عبد الله والملكة رانيا هم أبناء للشعب كله وفرحتهم بهم واحدة. أما بالنسبة للتكليف الرسمي السياسي الجديد والأهم والأول في حياة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وفق الدستور الأردني بينص على إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإدارة ملكية نائبا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، يعني بتولي مهمة نائب الملك أي فرد من الأسرة الملكية شرط أنه يكون تم 18 عام، أو أي عضو في هيئة نيابة على العرش بشرط أنه يكون 30 عام. كمان الدستور ما حددش مدة زمنية للنيابة عن الملك ولا حدد أسباب المغادرة اللي تخلي الملك يعين نائب ليه، يعني ممكن تكون زيارة رسمية أو حضور نشاط دولي أو غيره. أما بالنسبة للصلاحيات اللي نص عليها الدستور الأردني هي الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش وممارسة كافة صلاحيات الملك ما عدا إجراء أي تعديلات في الدستور. وكان رد فعل المسؤولين بالأردن والشعب الأردني على المهمة السياسية الجديدة لسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني كلها إشادة بتصرف الملك، لأنه بيغذي روح المسؤولية في أبنائه اللي مقضى ليهم حكم البلاد وفق نظام الحكم الملكي الدستوري. حفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حاكم الأردن، وحفظ المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الأردني الحبيب.